الله يجزي عليهم الرحمات. والزرقتوني كتصور باقيين عندهم كل جرده الزرقتوني. كيفاش اعتدوا عليكم؟ كلهم كانوا اليوم قلت عاود في فرنسا تعدوا عليكم هنا فرنسا وين والسينيغال عاود لهاد السيد. اقسم لك باللي جل جلاله اقسم لك باللي جل جلاله قلت ربي حرم لي الجنه اللي تنعبد بها مدة الصوت اللي داني هو ذاك واحد قدام الحانوت عندي ديال ذاك الزاز الله يشيس الضربة تنسكن فيها. قلت له عزيز اسمتو؟ قال لي لا والو خوياك الزروني اللي كان في الحانوت. قلت له لا حتى العشية. قال لي ان شاء الله تكون بها ما يديني غير ديك المدينة القيصرية ديال عمر. انا الصفريين اقسم لكم باللي جل جلاله اذا كنت معهم بحال ولدهم ولا اخوهم. هذاك الشهر داروا براسات ديك الساعه تيزوروا مراوات الهلال الاسود هذيك الاطلس الله يخلصها راه خلصت حتى هي داو من نهار جوج المليون اللي جاو الاخرين مشات قيدات. اقسم لك باللي جل جلاله ملي داو هذا العبد الضعيف انا ولا هذاك المول البيسي دبناتي الله يرحمه 400 في البيسي. انا مع الصبورين تنهضر اقسم لكم باللي جل جلاله قلت ربي حرم لي الجنه الا نكذب تنهضر تنشارين عليه صافي هنا. اقسم لكم باللي جل جلاله جيت اسيدي سوينا الكبار اقسم لكم باللي جل جلاله ولد الكوميسيريه الا قال لي الكوميسير هذا ماشي ولد اسود. اقسم لكم باللي جل جلاله هذا ماشي ولد اسود سيدي. سيدي مع ذاك الحصبات ديال العصا كايده العصا لقيت لي تما قال لي السي احمد ما كان كندير في هذه القضيه. قلت له والله العصا على المقاومين العصا قسم بالله قال العصا قسم لكم والله جل جلاله الجليه قال العصا بالنسبه للوالد هذا بالنسبة للاسم ديالي سعيد الخاردين مهم انا ولد الكبير ولد البيضاء مقيم بديار الولايات المتحدة الامريكية مهاجر اكثر من 23 سنة. بالنسبة لي انا جيت باش نخلد مع الوالد ديالي هاد الذكرى ديال 7 ابريل ديال 1977. الوالد تيحكي لينا بانه على انه هنا طاحوا واحد كثار والدم كثيرة هنايا بالنسبة لان الاستعمار هذاك حيت دائما عندما تحدثوا عن الاستعمار الاستعمار بطبيعة الحال فهو شنو الهم ديالو هو القضاء على الوطنيين استغلال الوطن على جميع المستويات. ولكن كان لقى واحد المقاومة شرسة من حيث الوطنيين الأحرار بحال الوالد ديالي واللي شرف لي أنا باش نكون مع با اليوم في هذه الذكرى ديال 7 أفريل 1947 واللي أول مرة في التاريخ ديالي باش نحضر هذه المسألة بحكم السفريات ديالي. والوالد تيحكي لنا بأنه كل هاد الناس تعرضوا للاستعمار كان واحد الوحشيه كبيره اللي كانت ينهزها ضدهم. وبالتالي كانوا حتى كيف ممكن نسمحوا لبعض الناس اللي كانوا قدام بعض الخونه اللي غادي نقولها وتنكررها اللي كانوا تيساهموا وتيشتغلوا مع الاستعمار واللي منهم اللي كان الوالد ديالي تعرض للظلم من الظلم والضوء الكوميساريه وعلقوا ودولي الضوء ما خلاو ما دولي ما نقدرش نقول لكم المجموعه ديال الحقائق اللي تعرض ليها واللي الان كيف سمعتي اخويا بانه الان بقي يعاني من الامراض ديال ديك الفتره الزمنيه وبانه كان تيساهد مشى حتى للخسر ديال محمد الخامس رحمه الله. ساهم هنا مع الناس السي الحنصالي ومع علا الفاسي ومع احمد السباغ وغيرهم هادو الناس ديال المخاوم كلهم اللي الوالد ديالي اللي مرة تنحاول نستافد منه وناخذ منه حيت كان واحد منهم واحد من الاطراش ومن الناس اللي عانى. وتبارك الله دابا عنده تقريبا 100 سنه تقريبا الوالد ديالي داك الشيء علاش انا تنعتبره واحد تحفه تاريخيه. وانا جيت فخور كمناضل وانا جيت فخور بان هذه رساله ديالو بان تنواصلوا
تحت الشعار الخالد ديالنا الله الوطن الملك. وعليكم السلام. السلام عليكم سعيد الشعب رئيس جمعية عفق لأسرة المقاومة. كنحيو هذه الذكرى هذه 7 ابريل في هذه الساحه هذه في درب كبير اللي استشهد فيها اكثر من 2000 ديال المقاومين والمقاومات من المستعمر الفرنسي، كانوا فيهم جنود من السنغال هما اللي داروا هذه المجزره هنايا. 2000 ديال الناس اللي الساكنه ديال درب كبير، الساكنه ديال درب كبير كان منهم نيت جدي وجده توفوا هنايا، 2000 شخص توفوا واكثر، 2000 واكثر ديال الناس اللي قتلوا هنايا السنغال، قتلات هنا الجيش الفرنسي بالنسبه للجيش الفرنسي. ومثل الجد ديالي هنا وجده هنا والاب ديالي مشى الكاريان بنمسيك، تحولنا للكاريان بنمسيك حاليا وحيد رميلة اللي كان هو دار اسس ايكيب ديال الكره ديال لجان المقاومه، وكيف حتى هو تما، وكان معنا الاب ديال الجدار رئيس الجماعه ديال بنمسيك حتى هو كان لا غير المهم كنقول لك الاب ديال فوالا حتى هو كان من رجال المقاومه اللي كان هو مع الاب ديالي وداك الشيء، وكافحوا الناس وضحاوا في سبيل الله في سبيل هذا الوطن هذا. والحمد لله لنا افتخار تاعنا. هذا هو السؤال اللي جاي لي، كيفاش كتحسوا انتم ابناء المقاومين اللي لقوا الدم ديالهم لقوا الارواح ديالهم على قبل الوطن ديالنا، حنا لا كيفاش كتحسوا انتم كتنتموا لهذه الاسره هذه هي اسره المقاومه؟ حنا لنا افتخار لوالدينا والاجداد ديالنا وجميع الشعب المغربي، لانه انتم ناضلوا رجال هنا في ماشي كنقولوا على الصعيد الوطني، كنطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يجعل لهم مقام في الجنه لانهم كافحوا من اجل هذه البلاد وتوصلنا الحمد لله لهذه البلاد. ومن على ضمنهم جاء المغفور له محمد الخامس والمغفور له الحسن الثاني، هذو الرجال اللي تما هذو هما اللي كانوا على راس هذا النضال والكفاح من اجل هذه البلاد، ومازال باقي الرجال في هذه البلاد هذه، وعلى ضمنهم محمد السادس نصره الله، الله يجعل ربي يسرنا فيه ويجيب له الشفاء، والله ينصر على هذه البلاد هذه والله يحفظها من الاعداء ومن الحاقدين. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأخ نصر الله صلاح الدين من فيدرالية ودادية العمال والتجار المغاربة بفرنسا، هم لأبناء المقاومة، وكل سنة كنجي لهنا باش كنتفكر الوالد ديالي وكنتفكر الأصدقاء ديالو، وكنتفكر أنه 1953 عقلت مزيان، و 54-55 عقلت بأن كيفاش كانوا كيهجموا عندنا الفرنساويين وكانوا يشدوا الوالدة من الشعر ديالها يلويها على البرودكان ديالو وكيهرسوا البيبان علينا وكانوا كيتكرفصوا علينا. والحمد لله دابا البلاد ديالنا راه ولات الرحمة. وحاجة واحدة اللي غادي سميتو، حنا كنسلموا على سيدنا وكنقولوا ديما شعارنا الله الوطن الملك، والصحراء مغربية وغتبقى ديما مغربية أحب من أحب وكريم من كريم. والسلام عليكم. الله يرحمه. سير. احكي لنا الاعتداءات اللي كانت كيقوم بها الجيش الفرنسي. انا خويا هذيك الساعة في 53 في 53 و 54 و 55 ملي ناضت الحمسة مزيان ولات النار كدات سميتو، كانوا جاو البوليس هجموا على السينما الشاوية من الباب ديالها القدامي، الناس هربوا. البوليس الفرنسي؟ البوليس الفرنسي، العسكر، البوليس والعسكر الفرنسي هجموا بالسلاح ديالهم على الناس في السينما الشاوية من القدام، الناس حلوا البيبان جوج لور وخرجوا. وكنت كنشوف الوالد انا صغير، وكنشوف الوالدة كيفاش كتدخل دوك الناس وكتجرهم والخرطاس بدا تما كاين، وكنشوف داك الشيء باقي مخيل ليا بين عينيا. والوالد كان هرب من الداخل للخارج من الدار البيضاء للقصر، بدا كيقاوم من تما كانوا كيصيف السلاح، وحنا بقينا في الدار كيبقاو كيتكرفصوا علينا كيدخلوا، ما كنشوف انا حتى كيبان لي البروت كان هرس الباب ودخلوا، ومي كيهرس الباب وكيدخلوا كيشدوا الوالده من القرن ديالها كينوي على سميتو. انا كنهرب لواحد الجيه وخويا كيهرب لهاد الجيه، والدار كانت عند ناس فليا كيقلبوا السدادر كياخذوا دوك البايونات كيضربوا السدادر ديالهم وكيمشيو يطلعوا للفوق يضربوا البيوت كاملين حتى ما كيلقاو حتى واحد، كيلقاو عمي كيضربوه بالخلاطه النيفو كيطيح كيقول لي جمع الدم ديالك بجلابيتك، وكيديه هو في الجده، وكانت معنا الفرقونيت كنبكي كتقول لي الوالده اجي اجي دابا يجيو، وكنبقى نبكي وكنرجع. هادشي علاش عقلت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.